شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا صباح اليوم الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني. نعم، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء وأعضاء لجنة المتابعة والمحافظين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من المسؤولين ونخبة من أبناء المجتمع. وفي بداية الاحتفال ألقى معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أتوجه بخالص التهاني وعظيم التبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يحفظ قائد الوطن وحامي هويته وعروبته، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات. الحضور الكريم، اسمحوا لي في ظل هذا الحضور الوطني أن أشارككم بدايات مشروع الشراكة المجتمعية والذي جاء من رؤى وتطلعات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فقد كانت توجيهات جلالته تهدف إلى تطوير الأداء الاجتماعي لشرطة البحرين، حرصاً من جلالته على الأمن المجتمعي لشعبه، ولتكون الشرطة قريبة من الناس ومصدر الطمأنينة لهم ومحل ثقتهم واعتزازهم. وقد بدأنا بتبني عدد من المشاريع والمبادرات، وكان أولها تشكيل الشرطة المجتمعية في عام 2007، والتي تم اختيار أفرادها من جميع محافظات مملكة البحرين لضمان قربهم من المواطنين والقدرة على التعرف على احتياجاتهم، بما يحقق أهداف الشراكة المجتمعية الفاعلة. ويسعدني في هذا اليوم ولا شك أن أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان لكل مواطن ساهم في خدمة الأمن، فالمواطنون هم رصيدنا الأمني والقاعدة الوطنية الأساسية للأمن المجتمعي. وبعد ذلك تم إطلاق مشروع مكافحة العنف والإدمان معا، والذي يستهدف طلبة المدارس، ومنذ بدايته في عام 2011 تم تغطية 196 مدرسة من أصل 211 مدرسة حكومية. ارتفع عدد الطلبة المستفيدين من المشروع إلى 136,300 طالب. وكذلك تم تطوير البرنامج الأساسي بإضافة مناهج جديدة عن التعايش السلمي ومكافحة التطرف والأمن السيبراني. وبهذه المناسبة فإنني أعبر عن خالص شكري وتقديري لوزارة التربية والتعليم كونها شريكاً وطنياً فاعلاً في نجاح هذا المشروع. والأخ مايد، ودي أوجه لك شكر خاص، كانت لك مساهمتك الواضحة في هذا الأمر. نعم، شكراً. ليتبع ذلك البدء في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة في عام 2018 كمشروع حضاري وإنساني يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية
ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وبلغ عدد المستفيدين منه من بداية تطبيقه وحتى اليوم 4815 شخص. كما تعتبر السجون المفتوحة نقلة نوعية ومرحلة مهمة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديل، حيث يتم تدريب وتأهيل المستفيدين داخل مركز الإصلاح والتأهيل، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة السجون المفتوحة، والتي ستبدأ بإذن الله خلال شهر رمضان المبارك في مباني مجهزة ووفق أفضل المعايير، وصولاً للمرحلة التالية وهي إدماج المحكوم عليهم تدريجياً في المجتمع. الحضور الكريم، يتزامن احتفالنا اليوم بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني مع مرور 4 سنوات على إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، حيث باشرنا من خلالها بطرح مشروع تعزيز هوية الانتماء الوطني في إطار اجتماع الوطن وتعزيز قيم الانتماء له. ومن أهم الدوافع التي ترتكز عليها الخطة الوطنية الاهتمام بموضوع القيم والعادات الأصيلة، خصوصاً وإننا ننتمي إلى بلد منفتح على ثقافات العالم، إضافة إلى ما نشهده من انفتاح إلكتروني شامل أصبح في متناول الجميع. ولكل هذه الظروف والحقائق تأثيراتها على متابعيها بشكل أو بآخر، والذي قد يكون على حساب الهوية والقيم والعادات والتقاليد، والأبلغ من ذلك مدى التأثير على الانتماء الوطني. الحضور الكريم، الهوية انتماء، والهوية الوطنية إنجاز واعتزاز. إنجاز لأنها تقوم على قواعد السلوك الوطني الرصين نحو رفعة الوطن والسعي لتقدمه وبنائه، وهي اعتزاز لأنها الشعور بالفخر بأننا بحرينيون نمتلك هوية شعب ووطن، وهي هوية متجذرة في الذاكرة الجامعة لكل مكونات المجتمع البحريني، مستلهمين اعتزازنا بهويتنا من قيادتنا الإنسانية الملهمة. فهويتنا لا يمكن أن نفرط فيها، وانتماؤنا مصدر عزيمتنا وقوتنا. انتماؤنا في التفافنا حول قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، انتماؤنا هو شرفنا الوطني الذي نذود عنه، وإلا كيف سنربي أبناؤنا على نهج وطني؟ وهل نربي جيلا يتخلى عن وطنيته وبلا هوية؟ إننا نعيش في وطن الهوية، وطن الإنسانية والقيم السمحة، وأسألكم أن تتمسكوا بثقتكم الوطنية وموروثكم الوطني من قيم وعادات حميدة تكون أمانة لدى أجيالنا البحرينية القادمة، وتبقى الهوية البحرينية عزيزة مقدرة على مر الأزمان إن شاء الله. حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم في ظل قيادة راعي المسيرة الوطنية المباركة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وشكرا. بعد ذلك بدأت الجلسة الحوارية بعروض موجزة لأبرز المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا في إطار المضي قدما في تنفيذ أكثر من 107 مبادرات تتضمنها بحريننا، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الخطة الوطنية منذ إطلاقها في 26 من مارس 2019 إثر إقرارها من مجلس الوزراء الموقر، بعدما كانت مبادرة وطنية أطلقها معالي وزير الداخلية.
وشملت الجلسة الحوارية التي تحدث فيها ممثلو عدد من الجهات المعنية سلسلة من المبادرات ونتائجها العملية على المجتمع. ثم قام معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، قام بتدشين المنصة الوطنية لخبراء البحرين والتي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن مراحل إعدادها وإطلاقها، وتعتبر إحدى المبادرات الحيوية لبحريننا لما تحمله من اعتزاز وتقدير للكفاءات الوطنية. في سياق متصل وتأكيدا على اعتزاز الوطن بأبنائه، قام معالي وزير الداخلية بتكريم أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء السابقين بلجنة متابعة تنفيذ مبادرات بحريننا تقديرا لدورهم في العمل على تحقيق الأهداف وتنفيذ المبادرات من منطلق تكامل الجهود الوطنية وصولا للغايات المنشودة. كما أعرب معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة الأعضاء على دعمهم مما كان له الأثر الإيجابي في تفعيل مبادرات الخطة، كما شكر معالي الجهات الرسمية والأهلية على ما يبدونه من تعاون للمضي قدما في تنفيذ الخطة الوطنية وتحقيق أهدافها المرجوة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن. تكريسا للقيم الوطنية العالية والمبادئ الوطنية الراسخة والتي ترتقي بثوابتنا الاجتماعية، جاء الاحتفاء بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني بحضور ورعاية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، والذي اشتمل على تكريم الأعضاء السابقين بلجنة متابعة تنفيذ مبادرات بحريننا تقديرا لدورهم في العمل على تحقيق الأهداف وتنفيذ المبادرات المطلوبة. الواقع والأرقام تؤكد نجاح هذا المشروع على كافة الأصعدة. المبادرات تنوعت وتعددت فأنجزت جانبا مهما في تعزيز الوحدة الوطنية، تقديم الخدمات الاجتماعية والمحافظة على القيم، وأيضا في نفس الوقت هناك إنجازات مستمرة سوف نراها في المستقبل. أهني الحقيقة الأخوة في وزارة الداخلية وعلى رأسهم معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة على هذا المجهود اللي بذل خلال 4 سنوات. الدول دائما ما تراهن على جبهتها الداخلية، وإحنا ولله الحمد في البحرين نتمتع بجبهة وطنية داخلية جدا قوية بفضل التفاف الشعب حول القائد جلالة الملك المعظم يده الله. معالي وزير الداخلية تفضل بإلقاء كلمة ثرية ركزت على المبادئ الوطنية الراسخة في مجال الشراكة المجتمعية، والتي لطالما استلهمها أبناء البحرين من رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في الارتقاء بالوطن ونهضته من خلال تنمية وبناء وتطوير الأسس والمبادئ التي يسير وفقها أبناء البحرين، وهو ما ترجمته بحريننا واقعا ملموسا يشار إليه بالبنان. نفتخر يعني نحن نشوف اليوم في العرض الذي قدم المبادرات اللي قدمت في الخطة الوطنية للانتماء الوطني بحريننا، ونشوف عبر سنوات يعني طويلة نوعا ما بأنه في إنجاز تحقق، بالرغم أن احنا يمكن مرينا في، والكل يعلم ذلك، في فترة الجائحة، جائحة الكورونا، ولكن هذا لم يقف عثرة أمام الإنجاز والاستمرار في العمل الذي قدمته كافة الجهات في مملكة البحرين. لا شك أن يوم الشراكة المجتمعية هو يوم مهم، وإحياء وزارة الداخلية هذه المناسبة بشكل سنوي يعكس الاهتمام الذي توليه لهذا الأمر. الشراكة المجتمعية هي انعكاس للثقافة التي يتمتع بها المجتمع البحريني.
أكثر من 107 مبادرات أطلقتها مبادرة بحريننا مؤخرا في إطار سعيها لتحقيق رسالتها النبيلة، هذا ما بينه المشاركون في الجلسة الحوارية التي استعرضت أهم وأبرز منجزات المبادرة ونتائجها العملية التي تتفاخر بها البحرين. هذا الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية للشراكة المجتمعية يعكس المبادئ النبيلة التي يجسدها منتسبو الوزارة واقعا ملموسا تساهم في صياغته العديد من رجالات الوطن المخلصة بعطائها في مختلف القطاعات والمجالات بالمملكة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.